قال أحد المرشدين، هذا أحد الإخوة يسأل، قال أحد المرشدين أعرف اسمه وهو معروف عندكم، أنا لا أعرفه، ما أعرفش الآن، ما أعرفش بالنسبة للسؤال. قال هذا قبل صلاة ظهر الجمعة تحدث عن العلماء الأوروبيين المسلمين بينهم مندلسون مخترع الكهرباء، قال أما قال لقد أنار لنا البيوت، لماذا لا يدخل الجنة؟ لماذا لا يدخل الجنة؟ إذن هذا مخترع للكهرباء وأنتج هذا الإنتاج وأنار لنا البيوت، فنحن الآن في المسجد الآن نحن نرى بالنور الذي اخترع من قبل هذا الإنسان، فلماذا لا يدخل هذا الإنسان الجنة؟ إن هذا المنطق، ما دار هذا اللي دار الكهرباء خصو يمشي للجنة، الجنة ديال الناس دوك ديالنا، حنا نفرقوها نعطيوها اللي عجبنا ولا طفعنا الضو يخرج من الجنة. هذا كلام غير مؤصل، أي كلام لا ينطبق عن أو لا ينبثق من أصول الشريعة الإسلامية، وهذه المشكلة. إذا كان هذا مرشد يقول هذا الكلام، هذه خطير جدا، لأن الناس الآن أصبحوا يحدثون الناس من أفكارهم. الدين لا يتكون من آراء الناس، إن الله لا يعبد بآراء الأشخاص، إن الدين له أصوله، له الكتاب والسنة الناطقة ناطقة بهذه الأحكام. أما هذا الإنسان فهو كافر وهو مشرك، والقرآن الكريم حكم على الكفرة والمشركين بأنهم ليسوا من أهل الجنة، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة مطلقا حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذا دخل الجمل، الجمل هو الحبل الغليظ ديال السفينة، الحبل باش تشد فيه السفينة كبير، واش استطاع دخلو حتى في العين ديال الإبرة؟ إذن لا دخل هذاك الجمل، شوف القرآن فين مشى، إذا دخلت استطاع دخل الحبل ديال السفينة ديال البابور دخلوه في العين ديال الإبرة، حتى الكافر غادي يدخل الجنة، واش ندخل هذه دخلت هذاك معك، دخل هذا الجمل في سم الخياط. الجمل ماشي جمل هنا بمعنى الجمل، بمعنى الحبل الغليظ. هؤلاء أناس ما عملوا للجنة، هؤلاء أناس عملوا للدنيا، والله تعالى لم يظلمهم حقهم في الدنيا، هؤلاء عملوا لمشاريع دنيوية، كان يقول أريد أن أنير للبشرية، أريد أن أرى النور، أريد كذا أريد كذا، فهو قد نال حظه من الشهرة وهذا جزاؤه، من الثناء وهذا جزاؤه، ولعله من المال وهذا جزاؤه. ولذلك يوم القيامة يقال لهؤلاء المشركين جميعهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، إذن أخذتم حظوظكم. والأوروبيون اكتشفوا الكهرباء، وما عطوش به الجنة، لا الكفار وخدموا به صوالحهم واستعملوه وداروه لنا في الأجساد ديالنا في 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 وسائل التعذيب، خدموه به، دخلوا لنا الكهرباء حتى الأجساد ديالنا في وسائل التعذيب في 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 المقاومة، استعملوه، داروا أشياء كبيرة به، أشياء كبيرة لصالحهم، واستطعوا به باش يستولوا على شعوب اخرى، استطعوا باش يظهروا بمظهر المنتصر، استطعوا باش يوصلوا فينا باننا اننا منهزمون، استطعوا باش يخضعونا، استطعوا يحركوا المحركات، استطعوا يستثمروا الارض ديالهم، استطعوا يجوعونا به، استطعوا اشياء كبيره. الكهرباء خلصوا فيه بالشيط، لا ما تخلي عليك الجنه ترى كيما تعطيها لهم، راهم خلصوا في ذاك الصروف الكافر، هو ما عندوش فكرة على الجنة، ما بغاش يعمل الجنة، انت بغيت تعطيه الجنة، ما عندوش فكرة على الجنة، ما عملش الجنة، ما
ما يقول لك انا اعمل لشيء اعرفه الان. ربي بعض الناس يقول لك انا اعمل هذه الحاجه ليا. بعض الوقت ما يكون شيء في مساله ماديه، يقول لك البليزير بور لو بليزير، انا نبغي نشوف واحد الحاجه وخصني هكا تشوفها. وكنت تشوفوا مثلا واحد ربي يطلع للجبل ويتبع فراشه، هو تبعها طايره في الجبل وتابع تبعها، غادي يطيح عليها ولا يتهرس على فراشه تبعها ويجمعها ويديرها في واحد العلبه. حنا نقول غادي نقول لك بليزير انا عندي خصني نتبعها، ويمشيو يركضوا في الغابات ها، ويبقاو متبعين واحد الحيوان تقريبا سنه ويشوفوا كيف يتوالد وكيف وكيف وكيف. كل هذا الشيء عندهم اما للمتعه الذاتيه، اما لمكسب مادي، اما وكل شيء في الحقيقه في نتيجه المطاف لابد انهم ينتفعون به، ينتفعون به عاجلا حاليا او اجلا. ولكن قضيه الجنه قضيه لها باب اخر. ان باب الجنه هو الايمان بالله، والجنه عطاء الله للمؤمنين، اما من كان كافرا فانه ليس له من الجنه شيء. قال بعض الفقهاء في علو في 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 التوحيد، في بعض كتب التوحيد، قالوا ان الكافر من اهل النار يقينا لا شك في ذلك، ولعل الكفره ان يكون بعضهم اخفى من بعض عذابا بناء على ما فعلوا في دنياهم، اي هم كلهم في النار ولكن النار دركات، اي بعضهم ادنى من بعض، وغادي يكون تحتهم المنافق في الدراكين اسفل، وبعضهم علاش غادي يتهموا يتفضلوا؟ ما غاديش اللي يكون في اسفلها بحال يكون في اعلى جهنم. فهذا الذي اعلاها ربما كان ياتي بعض اشياء ايجابيه فيخفف عنه عذابه، ولكن لا يستحق دخول الجنه. ان هذه مسائل العقيده. هذا الفقيه الذي قال هذا الكلام اخطا خطا كبيرا.